هلا everybody، مرحبا بكم جميعا الى تدريبات رائعه جدا. وتدريبات هذا اليوم هي الانسب والافضل لجميع متابعيني، لانه البعض يبحث عن جمل وعبارات جميله وغير مالوفه وغير مستخدمه ولم ندرسها سابقا بشكل كثير. لذلك انا سلطت الضوء على عبارات جميله وكيف انت ممكن تستخدمها في جمل. هنشرح اول شيء ترجمه هذه العبارات، ثم سناخذ كيف ممكن تستخدمها انت في عبارات تستفيد منها عندما انت تتحدث اللغه الانجليزيه. ضع في اعتبارك من الآن وصاعدا بغض النظر عن في الواقع على حد علمي، هذه عبارات بنحتاجها أكيد يعني. ضع في اعتبارك part، وهي ضع in your consideration. ضع في اعتبارك put in your consideration. consideration من الآن وصاعدا، from now on. from now on من الآن وصاعدا بغض النظر عن. regardless of بغض النظر عن. regardless of في الواقع. actually يعني في الواقع. على حد علمي. as far as I know. وهذه العبارات بنضعها غالبا في أول الكلام، يعني عندما تتحدث اللغة الإنجليزية فتقول لأحدهم put in your consideration، ضع في اعتبارك I will not pay you your money unless you bring me back my goods. ضع في اعتبارك إني أنا مش أعطيك فلوسك مالا أنت ترجع لي بضائعي. put in your consideration، ضع في اعتبارك this is not right، هذا مش صحيح، مش هذا هو العمل الصحيح المفروض تعمله. put in your consideration this is against the law. this is against the law، ضع في اعتبارك ان هذا ضد القانون، يعني هذا الشيء اللي بتعمله غلط. from now on، from now on وندخلها في عبارة from now on I will not lie، مش هكذب. from now on من الآن وصاعدا I will not believe you، مش هصدقك. I will not protect you، مش هحميك. I will not go with you، مش هروح معاك anywhere، أي مكان. From now on this is not acceptable، غير مقبول. Regardless of بغض النظر عن. Regardless of your money، بغض النظر عن مالك. We don't care about the money، إحنا لا نبالي بالمال. We care about your health، نحن نعتني أو نهتم بصحتك. Regardless of what you have done، بغض النظر عن ما عملته أنت للتو، I will forgive you، سوف أسامحك. Regardless of what you have just mentioned، بغض النظر عن ما ذكرته أنت للتو، This is the last time you get in، هذه آخر مرة لك تدخل فيها هنا. This is the last time you get in here. Regardless of the prices، بغض النظر عن الأسعار، I am looking for the best quality، أنا أبحث عن أفضل جودة. Actually في الواقع، وهذه نضحها في أول الجملة. عندما يسألك شخص مثلا يقول لك What's your opinion about sport? What's your opinion about music? What's your opinion about محمود؟ Actually تجيب Actually في الواقع He is the best. Actually he's the best athlete، هو أفضل رياضي. He's the best man، هو أفضل رجل I have ever seen، أنا رأيته أو قابلته. Actually I can't answer now، I can't reply now، لا أستطيع أن أجيب الآن. Actually there are many reasons for that، هناك العديد من الأسباب لذلك. As far as I know، على حد علمي، عندما أحد يسألك سؤال مثلا ماذا تعرف عن كذا، what do you know about الشيء الفلاني، أو what's your opinion، ولا what do you think، فأنت تقول as far as I know، as far as I am concerned، يعني على حد علمي، this is the best thing I have ever seen، as far as I know this is not correct، هذا مش صحيح، this is not right، this is a big lie، هذه كذبة كبيرة. As far as I know I have heard، سمعت، they will make a new decision، إنهم هيعملوا قرار أو يتخذوا قرار جديد about كذا كذا. العبارات هذه ممكن تضعها في أول الكلام وتشوف إنه لغتك الإنجليزية تحسنت وتطورت بشكل ملحوظ.
تعالوا ناخذ مجموعة من العبارات الأخرى. كيف تقول أنا زحفت على العشب؟ أنا انزلقت على الثلج، سقطت على الأرض، تسلقت الجبال. كلمات وعبارات لازم هتحتاجها. أنا زحفت على العشب. I crawled on the grass. I crawled. Crawl هو يزحف. أضفنا له إيدي عشان تصبح ماضي. I crawled on the grass. انزلقت على الثلج. I أصلها slip. ندبل البي ونضيف إيدي. I slipped on the ice. انزلقت على الثلج. سقطت على الأرض. I أصلها fall. الماضي منها. I fell to the ground. وتعني أنا سقطت على الأرض. ممكن تقولها I fell on the ground أيضا تصلح. تسلقت الجبال. I climb البي ما ينطق. I climb نضيف لها إيدي. I climb the mountain. الجبل the mountains الجبال. I climb the mountains أنا تسلقت الجبال. أنا زحفت على العشب. I crawled on the grass. I crawled on the grass. أنا زحفت على العشب. إذا أردنا أن نسأل هل زحفت على العشب؟ Did you crawl? Crawl. بنشيل الإيدي. Did you crawl on the grass? وإذا أردت أن تقول أنا لم أزحف على العشب. I didn't crawl on the grass. أنا انزلقت على الثلج أو هو انزلق أو هي انزلقت. She أو he slipped on the ice. نحن انزلقنا. We slipped. هل انزلقت؟ Did you slip? أنا لم أنزلق. I didn't slip. سقطت أنا على الأرض. I fell. أصلها المضارع منها. Fall. وهي يعني يسقط. الماضي من نحول الـ إلى إي كما رأيتم. I fell. أنا سقطت. To the ground. سقطت على الأرض. On. أيضا تعني سقطت على الأرض. لكن عادة الأون بتكون سقطة خفيفة، لكن to the ground تكون سقطة أقوى. I climb البي لا ينطق. I climb أنا أتسلق. الماضي منها I climb the mountains الجبال. أنا تسلقت الجبال. Did you climb هل تسلقت the mountains الجبال؟ No I didn't climb the mountain. لم أتسلق الجبال. I will climb Mount Everest. سوف أتسلق قمة أو جبل إيفرست.